بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربي حسام الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف مسيتوا اليوم؟ كويسين إن شاء الله. بعد ما خلصنا في المحاضرات السابقة موضوع التخطيط، تعرفنا عليه، تعرفنا على أهميته وخطواته، تعرفنا على عناصر التخطيط. بعد هيك حكينا عن اللي هي معوقات التخطيط، اتطرقنا أيضا لاتخاذ القرارات. اليوم هنبدأ بحاجة جديدة اللي هي الوظيفة الثانية من وظائف الإدارة اللي هي الأورجانيزيشن أو التنظيم. بس نخلص الفصل هذا إن شاء الله هنكون تعرفنا على ما هو التنظيم وأهميته، شو هي أنواعه، شو هي طرقه وأشكاله، مسؤولية والسلطة والفرق بينهم، مركزية ولا مركزية، العلاقات التنظيمية، آخر حاجة مقومات نجاح التنظيم. Organization اللي هو التنظيم. في عنا سؤال بيطرح نفسه، هل هناك فرق بين التنظيم والمنظمة ولا زي بعض؟ هل هناك فرق أم نفس الاشي؟ ممكن نقول عن التنظيم ممتاز، المنظمة. التنظيم والمنظمة العلاقة اللي بينهم علاقة تكاملية، ممتاز. تنظيم بيكمل المنظمة والمنظمة بتكمل تنظيم. فيش منظمة من غير تنظيم، والتنظيم عشان يشتغل لازم يكون عندي منظمة. ما هو التنظيم؟ التنظيم هو واحد، وظيفة إدارية. اثنين، يعمل على تقسيم العمل. ماشي. ثلاثة، يحقق التناسق، التنسيق يعني. فما هي المنظمة؟ أول حاجة مشتقة من نظام، سيستم، أخذناها قبل هيك، مدخلات عمليات مخرجات. إذا أول شيء مشتق من إيش؟ من النظام. رقم اثنين، المنظمات لها تخصص معين، زراعي، صناعي، خدمي. طبعا كمان إلها أنشطة محددة، إلها أنشطة إيش؟ محددة. إذا نعم، هناك فرق بين التنظيم والمنظمة. ما هو الفرق؟ التنظيم أحد وظائف الإدارة، وهو الوظيفة الثانية، يركز على تقسيم العمل وتحقيق التناسق. إذا ما الفرق بين المنظمة والتنظيم؟ حكينا مع بعض، التنظيم أحد وظائف الإدارة وهو الوظيفة الثانية. التنظيم يعني التنسيق، تقاسم الأعمال، بينما المنظمة لا. ماشي. العلاقة بينهم تكاملية. المنظمة مشتقة من كلمة نظام، إلها تخصص معين وأنشطة معينة، زي الزراعة، زي الصناعة وهكذا. التنظيم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب زي ما حنشوف. إذا ما تانية، ما هي العلاقة بين التنظيم والمنظمة يا صفاء؟ ممتازة. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين الاثنين ولا زي بعض؟ تفضلي. لا، الاثنين مختلفين. فالتنظيم هي وظيفة إدارية، ممتاز، العمل تحقيق التناسب. أما المنظمة مشتقة من النظام، تخصص معين، أنشطة محددة زي الزراعة والصناعة والخدمة. شكرا يا أنت. أعيدها ثاني، أعيدها. سؤال، عرف التنظيم، ما المقصود بالorganization؟ organization شيء ما كوينة يا أنت. في عنا تعريف بس هناخده، هو والتر، شفتوه؟ هو بس، الباقي بدناش إياهم. ويعرف والتر التنظيم أنه تقسيم العمل إلى عناصر ومهام ووظائف وترتيبها في علاقات سليمة، وإسنادها إلى الأفراد والمسؤوليات والسلطات تسمح بتنفيذ سياسات المنظمة. ممتاز. إذا التعريف تبع التنظيم أمامنا هو كالتالي، أول حاجة تقسيم العمل، بعدين ترتيب العلاقات زي ما هنشوف، بعدين إن شاء الله إسناد العمل للأفراد. إذا التنظيم عبارة عن ثلاث شغلات، واحد تقسيم العمل، اثنين ترتيب العلاقات،
ثلاثة بصناعة العمل للأفراد حسب سياسة المنظمة. إذن شو هو التنظيم؟ ثلاث شغلات: عمل، علاقات، أفراد. تقسيم العمل، ترتيب العمل في علاقات، العلاقات هذه تسند لمين، والعمل كمان للأفراد. إذا ما ثانية، ما المقصود بتنظيم organization؟ تفضلي. تقسيم العمل إلى عناصر. ممتاز. إذا تقسيم العمل لعناصر ومهام، ترتيبها بشكل علاقات، وإسنادها للأفراد المعنيين بالقيام بالوظيفة. إذا ما تانية، ما المقصود بالتنظيم؟ تفضلي. تقسيم العمل إلى عناصر ومهام وترتيبها في علاقات سليمة وإسنادها إلى الأفراد بالمسؤوليات المتعلقة. نعيدها تاني. تفضلي. تقسيم العمل إلى عناصر ومهام وترتيبها في علاقات سليمة وإسنادها إلى أفراد بمسؤوليات وسلطة تسمح بتنفيذ سياسة المنظمة. شكراً يا أنت. اذكري مكونات التنظيم. اذكري مكونات التنظيم. تفضلي. تحديد الاعمال والانشطه المتعلقه تحديد عدد ونوعيه الافراد الذين سيقومون باداء الاعمال والانشطه. ثلاثه توقيت العلاقات بين الاعمال والافراد. اربعه تحديد الادوات التي يمكن ان يستخدمها الافراد لقيام الاعمال والانشطه. شكرا يا انتي. مكونات التنظيم عندنا أربع. أول حاجة تحديد العمل اللي حيوصلنا للهدف، يا ترى هو شو. اثنين، تحديد الأفراد كما ونوعا اللي هي المؤهلات تبعتهم. ثلاثة، إيش طبيعة العلاقة بين هؤلاء الأفراد والأعمال، يعني إيش طبيعة العلاقة بين هذول الاثنين. آخر حاجة أدوات إنجاز العمل. لما ثانية، ما هي مكونات التنظيم؟ العمل اللي بوصلنا للهدف، بعدين الأفراد، بعدين العلاقة اللي بتربط العمل والأفراد، بعدين أدوات إنجاز العمل. أدوات إنجاز العمل. إذا ما تانية وتكون مكونات التنظيم. تفضلي. أول شغلة عندي تحديد الأعمال اللي بوصلنا إلى الهدف. اثنين، أيوة. الأفراد من حيث العدد والنوعية والعلاقات، طبيعة العلاقات والأدوات الإنجاز العمل. شكرا. إذا أول حاجة شو هو العمل؟ محاسب. ثاني حاجة، أكم محاسب عايزة؟ اثنين. النوعية اللي هو المؤهل، بكالوريوس محاسبة. طيب، إيش العلاقة بين العمل والشخص؟ علاقة تنفيذية استشارية، إيش بالضبط؟ آخر حاجة، عشان يشتغل في المحاسبة لازم يكون عنده جهاز كمبيوتر أو لابتوب، لازم يكون عنده برنامج الأصيل اللي هي الأدوات، أدوات إنجاز العمل. إذا مرة ثانية، أذكري مكونات التنظيم. تفضلي. تحديد الأعمال والأنشطة الموصلة للهدف. ممتاز. تحديد عدد ونوعية الأفراد الذين يستخدمون الأعمال. أيوة. مين؟ العلاقة بين الأفراد والأعمال. تحديد الأدوات التي يستخدمها الأفراد. شكراً يون. واضحة ولا نعيدها؟ نعيدها تاني. بحكينا التنظيم مش هدف، مش هدفي أنظم، تنظيم وسيلة بيساعدني للوصول للهدف. الآن عندنا طالبة خزانتها غير مرتبة، إذا التنظيم هو الترتيب أو التنسيق، خزانتها غير مرتبة وبدها تروح مشوار، هل حتطلع بسرعة ولا لسه تقعد وتدور وتضيع وقت؟ حتضيع وقت. التنظيم بحد ذاته مش هدف، هو وسيلة. طب لو الآن هي مرتبة وكل حاجة مكانها، تأخذ البداية بسرعة. هذا بنقلنا للسؤال، أذكري فوائد التنظيم. فوائد التنظيم. تفضلي. إذن أول حاجة، كل موظف عارف وين مكتبه، كل موظف عارف إيش شغله، بمنع عن الصراع والمشاكل. إذا رقم واحد، يجنبنا التضارب في العمل، يعني فيش مشاكل. أيضا يحقق الانسجام في العمل. أنت عارفة وين مكتبك، عارفة إيش شغلك، عارفة إيش حدودك، فيش مشاكل.
اثنين الاستخدام الأمثل أو الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة مادية وبشرية. مين فكرهم؟ 6 إمز؟ تفضلي. ما شاء الله ممتازة، شكرا يا أنت. إذن التنظيم يساعدنا على الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة الستة. أيضا علاقة طردية بين التنظيم واستقرار المنظمة. كل ما كان التنظيم فيه استقرار، يعني فيش لخبطة وفيش فوضى، كل ما المؤسسة استقرت، والعكس والعكس صحيح. إذن علاقة طردية بين استقرار التنظيم واستقرار المؤسسة. أيضا عندنا قانون الدوام من 8 إلى 3، الساعة 8 بيبدأ الشغل، الساعة 3 بخلص. إذا يساعد التنظيم على انتظام العمل و إنجاز العمل بسهولة. كل موظف عارف شغله، كل موظف عارف مهمته، فبيشتغل على طول. آخر حاجة الآن زميلتكم بتشتغل محاسبة، هاي مكتبها دوامها من 8 إلى 3، بيجي المدير بتطلع الساعة 9، إذا قاعدة في المكتب معناها ملتزمة، إذا مش قاعدة معناها في مشكلة. إذا يساعدنا على إيش؟ على الرقابة. أيضا بيساعدها تحديد الصلاحيات، اللي هو إيش الأمور اللي مطلوبة منها. إذا مرة ثانية، ما هي فوائد التنظيم؟ أنا لما أتنظم إيش بستفيد؟ عندنا 5 نقاط. 1، يجنب المؤسسة التضارب. قلنا التضارب اللي هو الصراع، قلنا التضارب اللي هو الازدواجية في العمل. تصور انت هتشتغلي محاسبة كويس، جيتي على المكتب لقيتي محاسبة تانية قاعدة، طب لمين المكتب؟ لمين الشغل؟ معناها صراع. ايضا يحقق الانسجام. من وين بيجي الانسجام؟ وضع الانسان المناسب في المكان المناسب. 2، يساعد على استغلال السكس امز واخدناهم. 3، علاقة طردية بين استقرار التنظيم واستقرار المنظمة. تصور ان المؤسسة بتشتغل فيها كل يوم بتطلع قرارات، كل يوم بتطلع قوانين، مفيش استقرار، الواحد مش ملاحق. ايضا تساعد على انتظام العمل وانجازه بسهولة، تساعد على الرقابة وتحليل السلطات والصلاحيات. مرة ثانية اذكري فوائد التنظيم. تفضلي. ممتاز. كلما زاد استقرار التنظيم زاد استقرار المنظمة. يساعد التنظيم على انتظام العمل وإنجازه بسهولة. يساعد على الرقابة وتحسين الصلاحيات ومعرفة الأفضل العمل. شكرا يا أنتي. في يوم أي واحدة صعبة أعيدها؟ في يوم واحدة أعيدها؟ سؤال نقرأه سوا. تفضل قرينا السؤال. الأورجنايزيشن مع الاستعانة. وضحي بالرسم خطوات الأورجنايزيشن مع الاستعانة بمثال. شوف مع بعض عندنا 9 خطوات، يلا نقرأهم. تفضلي. تحديد الأهداف. 1، الهدف. تحديد الأنشطة. 2، الأنشطة. تقسيم وتصنيف الأنشطة. تقسيم الأنشطة إلى وحدات. توزيع المواد. اطلع يا أنت طلوع. تفويض السلطة. كملي يا أنت. أيوة. تنسيق. ليك التنظيم. إذا عندنا كم خطوة؟ 9. عندنا 9 إيش؟ خطوات. نعيدهم تاني. تحديد الهدف، تحديد النشاط، تقسيم وتصنيف الأنشطة، تقسيم الأنشطة لوحدات، توزيع الموارد، تفويض السلطة، تحديد خطوط السلطة، تنسيق، إعداد خارطة التنظيم. السؤال اللي معانا من شقين كان وضحي بالرسم. هيا الرسم على السبورة مع الاستعانة بمثال. مع الاستعانة بإيش؟ بمثال. ناخذ مثال ونستنى. خلصتوا الرسمة؟
خدي بالك الاسهم نازله وبعدين صار طالع عليك نزولا وصعودا. اول خطوه الاهداف، اخر خطوه خارطه ايش؟ تنظيم. نكمل. أكمل ولا كيف؟ تفويض، مش تعويض، تفويض السلطة. سؤال، طلب منك تطبيق خطوات التنظيم على شركة جوال، كيف ستقومين بذلك مع الاستعانة بالرسم؟ أعيد السؤال تاني، طلب منك تطبيق خطوات جوال، تطبيق خطوات التنظيم على شركة جوال، كيف ستقومين بذلك مع الرسم؟ يلا نطبق التسع خطوات هدول على جوال. واحد، تحديد الأهداف، نفتح قوس، إيش أهداف شركة جوال؟ الربح. ممتاز. تحقيق الربح، ماشي، تقديم خدمات الخلوي، النمو، الاستقرار، جذب زبائن جدد. لأن أول حاجة تحديد الأهداف، نفتح قوس، إيش أهداف جوال؟ تحقيق أرباح، تقديم خدمات الخلوي، الاستقرار، النمو، جذب مستهلكين. واضح؟ عيد الخطوة الأولى. إذا تحديد الأهداف وتشمل تقديم خدمات، تحقيق أرباح، تقديم خدمات الخلوي، نمو، استقرار، وجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين. الخطوة الثانية تحديد الأنشطة، تحديد الأنشطة لتحقيق الأهداف السابقة. عشان أنا أنجز الأهداف لازم أحط أنشطة. نفتح قوس، تسويق، أفراد، مبيعات، مالية. ما ينفعش أقول إنتاج لأنه مش مصنع. ده ما هي الأنشطة؟ تسويق، أفراد، مالية، مبيعات. واضح؟ ثلاثة، على السبورة، تقسيم وتصنيف الأنشطة، أي قسم التسويق يتبع له الترويج، ترويج، وقسم المالية تتبع له المحاسبة. وقسم الأفراد تتبع له الإجازات مثلا. إذا الخطوة الثالثة صنفنا الأنشطة، هذا تسويق، هذا إنتاج، وهكذا. الخطوة الرابعة، حاضر، الترويج يتبع لقسم التسويق، أنا في الخطوة ثلاثة، المحاسبة تتبع المالية، الإجازات للأفراد. ثلاثة، تقسيم وتصنيف الأنشطة، شرحناها هذه. أربعة، تقسيم الأنشطة لوحدات، مثلا يقسم التسويق إلى ترويج، وقسم الترويج، التسويق إلى الترويج، وقسم الترويج يقسم إلى حملات، إعلانات، دعاية، هدايا، بين قوسين الوحدات يعني.
توزيع الموارد أي توزيع الموظفين حسب تخصصاتهم على الأنشطة السابقة. المحاسب في المالية، محاسب وين يروح؟ على قسم المالية. المسوق قسم التسويق وهكذا. ستة قسم التسويق. نعم، إدارة أعمال بزنس. ستة، يجب تفويض السلطات، أي تفويض السلطات، أي منح المحاسب صلاحيات العمل في قسم المحاسبة بإعطائه الفواتير والمستندات والشيكات. ده ما ينفعش أقول له تفضل اشتغل محاسب وما عندوش حاجة. إذن يجب تفويض السلطات، على سبيل المثال منح المحاسب صلاحيات المحاسبة أو صلاحيات العمل. شو هي؟ فواتير والمستندات والشيكات والحوالات يشتغل عليها. سبعة، تحديد خطوط السلطة، أي أن المدير المالي هو المسؤول عن المحاسب، بين قوسين رئيس ومرؤوس، رئيس ومرؤوس. ثمانية، ضرورة أن تكون العلاقة، ضرورة أن تكون العلاقة بين التسويق والأفراد والمالية والمبيعات تنسيق، ضرورة أن تكون العلاقة بين التسويق والأفراد والمالية والمبيعات تنسيق، يعني ناسقوا سوا. تسعة، رسم الهيكل التنظيمي بالشكل التالي، رسم الهيكل التنظيمي بالشكل التالي. نرسم. عندنا يا اخوات مدير شركة جوال محمد، ماشي، تحت ايده زي ما خدته اربع اقسام، لا تسويق، افراد، مالية، مبيعات. قلنا التسويق في تحت ايده الترويج، الترويج في تحت ايده الحملات، ايوة، اعلانات، هدايا. الافراد قلنا اجازات. المالية قلنا محاسبة وضرائب مثلا، هذا بنسميه الهيكل التنظيم. إذن إعداد الخطة التنظيمية هي اللي ظهرت أمامنا على السبورة. لو رجعتي للكلام اللي كتبتيه هتلاقيه نفس اللي حكينا، محاسبة وضرائب، محاسبة موازنات اللي انت عايزها، محاسبة مدقق برضو صح. ضرائب، قسم الضرائب. عيد تاني، ما سمعتوش عن الضريبة قبل هيك؟ محاسبة وضرائب، مبيعات. خلصتوا؟ يلا نعيد الخطوات شوية شوية. السؤال تبعنا كان عن شركة جوال، طب لو جاب لي سؤال عن مستشفى الشفاء؟ لا، الخطوات التسعة هما بس التفاصيل هتغير. نشوف مع بعض لو كان مستشفى الشفاء ايش هنسوي. هذا يمس اعلانات، هدايا، حملات، حملات جوال. نشوف الآن شركة جوال
واضح المثال تبعها ولا صعب؟ واضح. عيدوا تاني؟ خلصتوا ولا لسه بطئين؟ طبعا مستشفى الشفا ما بيكون عنده تسويق. ماشي، مستشفى الشفا ما عندوش تسويق. ولا بيكون عندهم مبيعات؟ لا، عندهم تحصيل ايرادات. في بعض العمليات بياخذوا عليها رسوم او ايرادات. نشوف مع بعض مستشفى الشفا، نلقي نظرة. إيش أول خطوة عندنا؟ تحديد الأهداف. إيش أهداف مستشفى الشفا؟ ممتازة، تقديم خدمات صحية. بس هذه الحاجة؟ هيك كاتبين هم عمل ملفات؟ أهداف، قلنا النتيجة النهائية التي نسعى للوصول لها. هدفه النمو، إنه يكبر. هدفه الاستمرار في العمل. الأهداف بتكون خطوط عريضة، ما بتكونش مفصلة. إذن أول حاجة الأهداف، حطينا له أهداف. اثنين، الأنشطة. إيش الأنشطة اللي بده يقوم فيها مستشفى الشفا ليقدم خدمات صحية؟ عمليات، تمريض، صيدلة، مختبر، هذه أنشطة. ممكن تقولي قسم أطفال، قسم باطنة، قسم ولادة، وهكذا. بعدين بنصنف الأنشطة. طبعا في عنا مالية يا أخوات، وفي عنا أفراد، لسه في الخطوة الثانية. أنا في عنا مالية، في عنا أفراد. حاضر. أي صفاء إيش الأنشطة؟ ماشي. عمليات، تمريض، صيدلة، مختبر، أيوة، مالية، أفراد، مبيعات، علاقات عامة. على فكرة هو عنده ثلاثة تصنيف الأنشطة. الإعلانات هتتبع العلاقات العامة. الإجازات هتتبع الأفراد. الإيرادات والتكاليف هتتبع المالية، وهكذا. بعدين بقسم الأنشطة لوحدات. وحدة المحاسبة التابعة للمالية. ماشي. بعدين بنضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. طبيب الأطفال في قسم الأطفال، طبيب الجراحة في قسم الجراحة. هذا مستشفى، بحكيش فيه عن اتصالات. بعدين لازم نعطي الصلاحيات اللي هي تفويض السلطة. بعدين بنحدد العلاقة بين الأقسام، هل هي علاقة من أعلى لأسفل ولا علاقة أفقية. لازم تكون في تنسيق. آخر حاجة الهيكل التنظيمي لمستشفى الشفا. واضح؟ زي ما عملنا شركة جوية بنعمل مستشفى الشفا. عيدة تاني؟ إيش اللي عيدها؟ توزيع المهام، وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، طلع في الجوال. تفويض السلطة، منح الصلاحيات. خطوط السلطة، طبيعة العلاقة يعني. بعدين التنسيق. بعدين نرسم الهيكل التنظيمي لمستشفى الشفا. واضحة ولا عيدة؟ زي ما عملنا جوال بنعمل الشفا. عيد تاني؟ وضحي خطوات الاورجنايزيشن. يلا يا انتي شيماء. تحديد الاهداف، تحديد الانشطه، تقسيم وتصنيف الانشطه، تقسيم الانشطه الى وحدات، توزيع الموارد. ممتاز. تحديد السلطه، تحديد خطوط السلطه، التنسيق، اعداد خارطه تنظيميه. شكرا. نعيدها تاني؟ نعيدها، تفضلي. شكرا يا انت. فيهم اي خطوة عيدها؟ فيهم اي خطوة عيدها؟ ما هي انواع التنظيم؟ ممتاز. تنظيم رسمي فورمال، تنظيم غير رسمي انفورمال. شوف مع بعض ما هو التنظيم الرسمي. ما هو التنظيم الرسمي؟ تفضلي. هو ذاك التنظيم يتم عليه عن وعي
يتم عن وعي. ممتاز. محمد هو مدير الشركة. هذا نص بنسميه تنظيم ايش؟ رسمي. احمد هو نائب المدير. هذا اسمه تنظيم ايش؟ رسمي. اذا التنظيم اللي بتنص عليه اللوائح والقوانين بسميه تنظيم رسمي. يبدأ الدوام الساعة 8 صباحا وينتهي الساعة 5 مساء. هذا بسميه تنظيم رسمي. الإجازة الرسمية يوم الجمعة والسبت بسميه تنظيم ايش؟ رسمي. إذن أي شيء بتلح عليه اللوائح، أو عفوا بتنص عليه اللوائح والقوانين بنسميه تنظيم رسمي. بكون منبثق عن الهيكل التنظيمي، وهو يأتي أو يدل على وعي وإدراك لتنسيق ايش؟ الأعمال. أعيدها. ما هو التنظيم الرسمي؟ هو الذي تنص عليه اللوائح والقوانين. زي ما أنت عارفة عندك الخميس إجازة، خلاص الخميس إجازة. طب الأربع دوام. طب أنا بدي أخذ إجازة، هل في قانون بنص؟ لا، إذا مش تنظيم رسمي. هل في قانون بنص إنه بعد النجاح في 140 ساعة بتكوني خلصتي بكالوريوس؟ آه. إذا تنظيم إيش؟ رسمي. هل عندك في الجدول محاضرة من 2 إلى 3 ونص؟ آه. إذا تنظيم رسمي. واضح؟ التنظيم الرسمي تنص عليه اللوائح والقوانين والأنظمة. إذا ما تاني، ما المقصود بالتنظيم الرسمي؟ تفضلي. هو ذلك التنظيم الذي تنص عليه اللوائح والقوانين داخل المؤسسة بوجوده وتأمين وجوده من الهيكل الرسمي. ممتاز. يتم عن وعي وإدراك لتنسيق أعمال المنظمة حتى يكون تحقيق الأهداف. شكرا. تم تعيين زميلتكو في قسم التسويق ومضت عقد، بيكون تنظيم ايش؟ تنظيم رسمي. اذكري انماط التنظيم الرسمي. تفضلي. رأسي ووظيفي ورأس الوظيفي والتنظيم مع استخدام اللجان والخمس نسخ. ممتاز. عندنا خمس انواع، عنده خمس اولاد. رسمي لاين، وظيفي ستاف، رأسي وظيفي، لجان، ومصفوفي اللي هو الماتريكس. التنظيم الرسمي او عفوا التنظيم الرأسي له عدة اسماء، اما عسكري او تنفيذي او مباشر. التنظيم الرسمي له عدة ايش؟ اسماء. مدلعينه يعني. شوف مع بعض. المدير العام محمد تسويق علي، أفراد أحمد، مالية مصطفى، في عنان منى أمل. خدي بالك لما نقول تنظيم رأسي من أعلى لأسفل، تجينا القرارات من محمد لعلي ومن علي لمنى. العكس لا، منى بتعطيش قرار لعلي. زي ما انت ماخدة بالك على السبورة في عنا هان سهم، هيو من اعلى لاسفل بنسميه تنظيم رأسي، بنسميه اوامر. بيعطي اوامر. محمد ممكن يعطي أوامر لأحمد؟ آه. طب أحمد يعطي أوامر لمحمد؟ لا، بينفعش. بينفع محمد يبهدل أحمد؟ آه. طب أحمد يبهدل محمد؟ لا. واضح؟ بتكون علاقة بنسميها علاقة من أعلى لأسفل، علاقة رأسية. خدي بالك هذه العلاقة من محمد للي تحت إيده بنسميها تنفيذية، أوامر، روح اعمل سوي زي هيك يعني. بينما اللي على نفس الخط هذا تنسيق. لا لا، علاقة تنسيق
بين التسويق ومنى وأمل أوامر، بين منى وأمل تنسيق. إذن إذا كانت العلاقة على نفس المستوى تنسيق بنسميها أفقية، أما إذا كانت من أعلى لأسفل أوامر. هل بينفع صفاء تحكي يلا يا بنات نعمل كويز؟ لا مينفعش، لأنه هي طالبة زي الطالبات. لكن لو صارت أستاذ بينفع، بينفع تحكي يلا نسوي كويز. نشوف مع بعض ما المقصود بالتنظيم الرأسي. ما هو تنظيم الرأس على السبورة؟ تفضلي. وليس العكس، السلطة من أعلى لأسفل مش من أسفل لأعلى. ممتاز. الآن على السبورة لو أحمد ارتكب خطأ إيش دخل علي؟ ملوش دعوة. لو أحمد ارتكب خطأ علي ملوش دعوة. لكن لو أمل أو منى عملت خطأ علي إله ولا ملوش؟ إله، لأنهم تحت إله. إذا التنظيم الرأسي line organization بيكون من أعلى لأسفل وليس العكس. سميناه عسكري لأنه بيعتمد على الأوامر والتنفيذ فقط. اليوم حتضلك في العمل للساعة 4، خلص بتضلك للساعة 4، بتناقشيش. هذا أمر بكون، هذا إيش؟ هذا أمر. عيدها تاني، واضحة؟ واضحة ولا عيدها؟ إذا من أعلى إلى أسفل وليس العكس. ما هي مزايا التنظيم الرأسي؟ ايش مزاياه؟ تفضلي. الا انا احمد مدير التسويق وعامل مدير، لو مات ولا حاجة محمد واجا احمد بدل محمد ما عندوش مشكلة، بينفع مدير لانه قبليك هو اصلا كان مدير. ايوه. علاقات السلطة واضحة، إذا كان أعلى منك علاقة تنفيذ، إذا كان على نفس المستوى تنسيق. أنت بتشتغلي في قسم التسويق، خلاص تسويق، مالكيش في المالية. السرعة في اتخاذ القرارات، فيش تأخر في عملية اتخاذ القرار. إذا مرة تانية، ما هي مزايا التنظيم الرأسي؟ تفضلي. يقدم فرص جيدة للتدريب. أيوة. علاقات السلطة بشكل واضح. علاقات واضحة. شكرا يا انت. ما هي عيوبه؟ ايش المشاكل المواجهه؟ تفضلي. من عيوبه انه لا يمنح الوقت الكافي لممارسه الانشطه المتعلقه بالتخطيط والبحث والتطوير. طول الوقت محمد متابع الشغل وبشوف الموظفين ايش عملوا، طب وقت ايش يا محمد حتخطط؟ الله اعلم. اثنين. يرهق المدراء في العديد من الواجبات التي قد تفوق طاقتهم وقدراتهم. هذا التنظيم ممكن يحمل المدير فوق طاقته، لأنه هو المسؤول عن الشركة. ثلاثة. لا يشجع على تقسيم العمل والتخطيط والتخصص. والتخصص حيث أن المدير هو الذي يبت في كافة الأمور المرؤوسة. بضل المرؤوس قاعد ساكت بس يجي الأمر، أما هو يتخذ قرار أو حاجة ممنوع. إذا لا يشجع على تقسيم العمل أو إيش؟ أو التخصص، ممكن يرهق المدير، ما فيش وقت للمدير ليخطط أو يتخذ قرارات استراتيجية. هذه عيوب التنظيم الرأسي. في عندنا صورة نشوف مع بعض، شايفينها ولا كيف الوضع؟ شايفينها؟ هيا شايفين؟ شايفينها وانا اكبرها؟ انزلها؟ مين المدير؟ بس نطلع الأزرق. متقدم الصفوف. إيش العلاقة بين الأزرق وهدول؟ ممتاز. لا مش تنسيق، أوامر. علاقة تنفيذ أوامر. طب الثلاثة هدول مع الستة؟ إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة دنيا. اللي على نفس المستوى هم التنسيق بس. الآن الأزرق ما
مع هدول الثلاثة أوامر، والثلاثة هدول مع اللي جايين وراهم أوامر. خدي بالك من الخطوط كيف نازلة، ماشي؟ لكن هدول الثلاثة الخط أفقي مش رأسي، هتكون علاقة إيش؟ تنسيق. وهدول الستة برضو الخط أفقي مش رأسي، علاقة تنسيق. جماعة تانية، هذا الأزرق محمد، الخط اللي نازل من محمد لهدول الثلاثة تنفيذ، إذا هو الرئيس هم المرؤوسي، واضح؟ بعد الخط اللي نازل من موظف للموظف هذا برضو تنفيذ، لكن الخط الأفقي نفس الخط تنسيق، واضحة؟ هذا بسميه تنظيم رأسي، تنظيم رأسي. أعيده تاني؟ أعيد الرسمة تاني؟ فاهمين حاجة؟ ولا ملكوش علاقة بحاجة؟ النوع الثاني من التنظيم الرسمي اللي هو الستاف أو التنظيم الوظيفي. التنظيم الوظيفي شوف مع بعض التنظيم هذا، ستاف اورجانيزيشن. تعرفوا ستاف كيف تنكتب ولا؟ ستاف موظف معناها أو موظفين. S T A دبل F ستاف. لاين رأسي. ستاف وظيفي. شبكي ماتريكس. ما هو التنظيم الوظيفي؟ نشوف مع بعض. مين كمان يا جماعة حاب يشارك؟ مين كمان؟ نفس الطالبات، بقية الشعب موش دعوة، تفضلي. شكرا. حسب الكلام اللي قرأته زميلتكم، لو انت محاسبة وين مكانك المناسب؟ المالية. في الإدارة المالية، ممتاز. لو انت موظفة إعلانات ودعايات؟ في التسويق. التسويق. ماشي، التسويق ماشي. لو انت مسؤولة عن الإجازات وترقيات أفراد. إذا يعتمد على التخصص الوظيفي اللي هو وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. المهندس الشغل في الهندسة، المحاسب في الحسابات، الطبيب في الطب، وهكذا بنسميه تخصص وظيفي. ليش انت قاعدة في قسم المحاسبة؟ والله انا خريجة محاسبة. عادي. اما ليش انت قاعدة في قسم المحاسبة؟ والله انا مخلصة هندسة. هتتفاجئي ولا عادي؟ هتقولي هندسة وقاعدة في المحاسبة، ايش خلتولنا؟ اذا التخصص الوظيفي وضع الانسان المناسب في المكان المناسب، وحدة ادارية في وظيفة محددة بممارسة عمل معين. اذكري مزايا التنظيم الوظيفي، تفضلي. نستفيد من علمك، من مهاراتك اللي تعبتي فيها. اثنين، في تعاون، في تنسيق، بتحسيها قاعدة في مكانها بتفهم. بس ما هي المزايا؟ مستفيد من تخصصك وعلمك ومهاراتك لأنك في مكانك المناسب. اثنين، بيساعد على تحقيق الانسجام والتعاون. لو قلت لو سمحت ايش بتشتغلي؟ قالت لك بشتغل مذيعة في الاخبار. ايش مخلصة؟ كيمياء. بحكيش عن هذا البلد انا. هل مكانها مناسب ولا؟ لا. ولا. ماشي. انت بتقول المفروض مخلصة اذاعة وتلفزيون او صحافة واعلام. واضح؟ ايش بتشتغل يا شيرين؟ محاسب. ايش مخلصة يا شيرين؟ تحاليل طبية يا مس. هتستغرب ولا عادي؟ هستغرب. وايش جاب لجاب؟ ما كان درست محاسبة من الاول. تنظيم الوظيفة انه وضع الانسان المناسب في المكان المناسب. ايش مخلصة يا شيرين؟ محاسبة. ايش بتشتغلي؟ محاسبة.
خلص. ايش مخلصه يا صفاء؟ هندسه. ايش بتشتغلي؟ مهندسه. هذا المقصود فيه. واضحه ولا عيدها؟ واضح. ما هي عيوبه؟ ما هي عيوب التنظيم الوظيفي؟ تفضلي. بعض الأوقات بصير عندنا تضارب بين السلطة والمسؤولية. قد يتأخر في إنجاز بعض الأعمال في موعدها. الآن طبيب جراح عنده عملية والمريض جاهز وكله تمام، حضرته تأخر، مين حيعمل العملية؟ ما حدش. التأخر في إنجاز الأعمال نضلنا حضرته نستناه بس يجي. ثلاثة، كما ينزع هذا المرض المركزية. المركزية شرحناها المحاضرة الماضية لما شرحنا في اتخاذ القرار المدخل الفردي. كل حاجة بيد شخص واحد، هذا اسمها المركزية. أربعة، الجمود. إذا عيوب التنظيم الوظيفي أربع شغلات. بعض الأوقات بتكون السلطة والمسؤولية مش واضحة. الجمود، التأخر في إنجاز العمل، والمركزية. إجا المحاسب الشغل ماشي، غاب فيش شغل، لا بنفعش في شغل محاسبة طبعا بنفعش يا جماعة، إن إجا شغال لما جاش قاعدين. إذا ما هي عيوب التنظيم تبع الستاف أو التنظيم الوظيفي الطالبة اللي هان؟ لا تفضل. جمود، عدم الوضوح، ممتاز، شكرا يا أنتي. أخذنا مثال على التأخر في إنجاز الأعمال، مين فاكر؟ ايش كان المثال؟ ممتاز، الطبيب. لو الطبيب عنده عملية ومراحش ما حدش هيعملها، هنضلنا قاعدين، اللي هو عدم انجاز الاعمال. شكرا. ثلاثة، اثنين، التنظيم الرئيسي الوظيفي. الرئيسي الوظيفي نشوف ايش حكي لنا عنه. مين حاب يقرأ؟ مين يا أخوات ما جاوبش ولا حاجة؟ تفضل العطرف. التنظيم الرأسي الوظيفي يطلق على هذا التنظيم أيضا التنظيم الرأسي الاستشاري. رأس استشاري، أيوة. وهو يجمع بين أن نتائج السابقين للتنظيم، وبذلك يمتاز هذا النمط بمزايا ما بين النمطين السابقين، كما أنه يتلافى أهم عيوبهما. يتلافى. شكرا يا انت. عندنا اثنين، تنظيم رأسي تنفيذي يعني اتخاذ القرار، التوسع في المصنع، هذا قرار ملزم، او السلطة الثانية او التنظيم الثاني استشاري بقدم استشارة نصيحة، ننصح بالتوسع. خدي بالك هذا ملزم، هنقوم نتوسع، هذا لا غير ملزم، نصيحة، ننصحك تصلي وانت حرة، مش هنقول لك تعالي صلي غصب عنك. الملزم، عندك امتحان بكرة الساعة 10، خلاص قرار. ايش رايك، عندك امتحان ولا ما عندك ايش؟ او شو رايك بالامتحان؟ النصيحة غير القرار، النصيحة مش ملزمة، الاستشارة مش ملزمة، نشير عليك، لكن القرار لا، لو خلفنا في عقاب. ماشي. عندنا هان سؤال، ما الفرق بين المستشار التخصصي، كاتبه نفس الكلمه انا، والمستشار الشخصي؟ شخصي. التخصصي مستشار يقدم نصيحه، شو رايك؟ يا لا، بينما الشخصي لا،
السكرتير الخاص للمدير يحدد المواعيد ويرتب الأمور، كمان يخفف عن المدير العمل. إذن سؤال خطير، اذكر أنواع المستشارين أو خذي بالك من الجداول. ما الفرق بين المستشار الشخصي والمستشار التخصصي؟ في فرق ولا زي بعض؟ في فرق، ممتاز. المستشار الشخصي هو السكرتير التنفيذي للمدير، بيحدد مواعيده وبرتبها، بيشوف الشغل، بتابع، بخفف من عمل المدير شوية. أما المستشار التخصصي لا لا لا، بيقدم نصيحة، شو رأيكو نتوسع؟ شو رأيكو نقلل الموازنة؟ هذا اسمه متخصص. اسمه ايش ماله؟ متخصص. أعيدها تاني. إذن سؤال خطير، حلوة خطير. ما الفرق بين المستشار التخصصي والمستشار الشخصي؟ يا نورة ارفع الصوت يا انت. اقترح، انصح، اوصي، اللي بتلعب في الجوال، الثلاث كلمات هدول مش ملزمين، مش ملزمين. شو يعني مش ملزم؟ لا، استشاري، استشارة، متخصص. يعني انصحك بتقليل الوزن، انت حرة، يا بتخفف الوزن يا بلاش، لكن يجب عليك انجاز 140 ساعة في الجامعة بنجاح لتاخذ البكالوريوس. لا، هذا قرار، بنقولكيش ايش رايك ولا مش رايك، لا بنقولكيش على راحتك. اذا القرار بيكون ملزم، يجب، ماشي، يجب النجاح في المادة. بقولكيش ايش رايك تنجحي ولا بلاش، على راحتك، حابة تنجحي انجحي، مش حابة لا. الاستشاري الشخصي سكرتير تنفيذي، ايوه، برتب له امور، بخفف عنه الشغل. استشاري متخصص بقدم النصح، زي انت حاسه حالك تعبانه بتروحي تستشيري الطبيبه، استشاره، ماشي، بتقول لك خذي لك اجازه يومين، انت حره، يا بتاخذي يا بتاخديش، ماشي. لكن انا بتقدر تقول لك شو رايك تاخذي اجازه يوم الجمعه؟ تقدر تقول هيك؟ ما هو يوم الجمعه ملزم اجازه اصلا، يعني واضحه ولا عيدها؟ عيدها تاني. اذكري مزايا التنظيم الرأسي الوظيفي، اذكري المزايا، تفضل. بدل المستشار الشخصي شايل الشغل، هو حيكون فاضي. ايوه، اذن بيخلي المدير عنده شوية فراغ انه يخطط، ينظم، يوجه، يراقب، يشوف شغله. اثنين، مرن الرأس الاستشاري، مرن، في مرونة. شكرا يا انتي. ما هي العيوب؟ تفضلي. ممكن يصير مشاكل، هذا شغلي، هذا شغلك، هذا قراري، قرارك، ممكن يصير مشاكل. اثنين، الان عندنا الطالب لما يوصف في المادة، هل بيحكي أنا ما كنتش أذاكر، أنا ما كنتش أحضر، ولا بيحكي الأستاذ حاطط ضدي وجايب الامتحان صعب؟ إيش بيحكي؟ في حالة الفشل
مدير المؤسسة بيحمل الفشل للمستشار، وفي حالة النجاح مين بيكون فيهم ناجح؟ هو الطالبة المتفوقة. بتقولش والله الأستاذ بيشرح المادة وكذا، لا أنا. إذا لما أنجح بقول أنا، لما أصب بصير الأستاذ مش أنا. نفس القصة لما المدير ينجح بصير هو المدير الناجح وبنسى المستشاري، لما يفشل بصير المستشار هو الفاشل. إذا من عيوبها في حالة الفشل يهرب المدير، مش يهرب بيجري، لا يهرب يعني انه مش هو بريء، المستشار هو اللي فاشل مش انا. ولما ينجح بصير هو الناجح وهو المتفوق، بينسى جهود المستشار. زي الطلبة بالضبط، ترسب قاعدة بتعيط المسرة سبتني وجاب الامتحان صعب وهي بتحبنيش بتكرهني وهي حاطة ضدي. طيب لما تنجح تتفوق، لو ما شطارتي وذكائي الخارق أصلاً المس ما كانش تشرح أنا. واضح؟ شايفين وين السلبيات؟ الفشل للناس والنجاح لي، هذه هي. أيضاً إمكانية وجود نزاع أو صراع بين السلطتين الرسمية والاستشارية. دماء ثانية صفاء، أذكري عيوب التنظيم الرأسي الوظيفي. صفاء علي الصوت يا أنت. أنت ممكن تسوي زي هذولا، إذا نجحت تقولي أنا وإذا فشلت تقولي الأستاذ، ممكن. ها هو هذا اللي بصير أصلا. ثلاث، بسبب النجاح، بسبب أن النجاح ينسب. أنتم مش شايفين؟ طب احكوا لي من أول محاضرة أنكم مش شايفين. أعيدها، مين ناوية لما تجيبها الأولى على الدفعة تقول أنا شاطرة وذكية ومحدش كان يشرح لي؟ ني ناس صريحين. ومين ناوي لما يحمل المادة يقول له أستاذ؟ فيش عدم انحياز. إن شاء الله ما حدش يحمل المادة لأن المادة سهلة بنحملش. حابين تحملوها أنتوا مش أنا، ماشي. الأستاذ اللي يكون عنده طلبة جايبين في المادة 98 وكلهم ناجحين وطالب واحد راسب، الطالب الواحد الراسب هو اللي شايف الأستاذ مش كاين يشرح والأستاذ امتحاناته صعبة والأستاذ بيكرهه. أما الطلاب التانيين كيف نجحوا الله أعلم، يعني هم شاطرين أنا عارفة. هذا اللي بصير للأسف، ذكاء خارق. يعني التنظيم مع استخدام اللجان. خلاص نرجع للمحاضرة. ليش مش مصلين الظهر؟ صعبتوا علي. التنظيم مع استخدام اللجان، نراجع مع بعض. خدنا الرأسي، خدنا الوظيفي، أخذنا الرأس الوظيفي، هناخد رقم 4 اللجان. ولا مين قبل عندك في الكتاب؟ والله التنظيم كله رسم، يعني نكفي اللي شلناه في اتخاذ القرارات. يعني ما هي اللجان؟ نشوف مع بعض. يلا يا أستاذة قرينا. نستخدم لجنة، نقول الأخوات الأربع اللي قاعدين جنب بعض هذول لجنة، ماشي، مش واحد. سؤال، اذكري أنواع اللجان. عندنا 4 لجان، إما لجان تنفيذية وهي ملزمة يعني قرار، أو لجنة استشارية وهي غير ملزمة نصيحة، أو لجنة دائمة وهي مستمرة، أو لجنة مؤقتة عند إنجاز الهدف تنتهي. إذا ما هي أنواع اللجان؟ شوف مع بعض. 1 تنفيذ ملزمة، 2 استشاري غير
ملزم عفوا، 3 دائمة مستمرة، 4 مؤقتة تنتهي بالهدف. أنجزت الهدف الله يسهل عليك. أذكري مزايا اللجان، أذكري مزايا اللجان، تفضلي. تعاون الأربع أخوات اللي قدام عاملين لجنة، فبتعاونوا سوا لحتى يثبتوا إنهم لجنة ناجحة. 2 تساهم في تدريب الأعضاء على تفكير في حل المشكلات واتخاذ القرارات من الأنجح. هم الأربع قاعدين بيفكروا في حل مشكلة فممكن يحلوها. 3 ينمي من قدرات هؤلاء الأعضاء ويجعلهم قادرين على شغل المناصب العليا. ممتازة، الأربعة هذول ممكن يصيروا مدراء في المستقبل. 4 تعمل على تلافي انحرافات الفرد الواحد في الإدارة. هم الأربعة سوا، لو نجحوا بنجحوا سوا، لو فشلوا بفشلوا سوا، فأي واحد فيهم راسب بمنعوه. تحقق التنسيق بين وجهات النظر المديرين. تنسيق جميعاً. آخر حاجة أنا فضل عن القرارات التي تصدر عن اللجان تعبر عن رأي متكامل، رأي الجماعة مش رأي واحد. إذا الأربع أخوات اللي قاعدين مقابل إلي، صفاء وشيماء ونورة، أنتي وإنعام، هذول عملوا لجنة، إيش هنستفيد منهم؟ أول حاجة بنمي قدرتهم على حل المشاكل. 2 بأهلهم للمناصب العليا، يصيروا مدراء. 3 الرأي تبعهم مش رأي واحد، رأي جماعة. 4 بيمنعوا أي واحدة منهم، هم الأربعة، إنها تنحرف يعني إنها تفشل، عشان حيحكوا عنهم هم الأربعة مش على واحد. 5 بيحقق إيش؟ التنسيق. 6 لازم يتعاونوا. أيوة لازم يتعاونوا. لأن أذكري مزايا اللجان، أذكري مزايا اللجان، تفضلي. ممتاز. أيوة رأي الجماعة. شكرا يا ما هي عيوب؟ تفضل يا شيماء. تميع هم الأربعة اتخذوا قرار خاطئ. طب مين فيهم؟ أنا مش عارف. ممتاز. تميع المسؤولية أو تميع المسؤولية، مين فيهم صاحب الفكرة؟ أنا مش عارف. تاهت المسؤولية. 2 إنجاز الأعمال ببطء شديد واستغراق كل واحد بركن على الثاني. ماشي. شيماء بتركب تركن على انعام، انعام على صفاء، صفاء على نور، مش الوقت وما عملناش حاجه. 3 تهرب بعض الاعضاء من تحمل مسؤوليه القيام. انا ماليش دعوه، يلا نعمل كذا يا صفاء، مش انا شيماء تتهرب من المسؤوليه. رقم 4 اختلاف اعضاء اللجنه في الراي حول الحصول على موضوع معين. ممكن نتكاتلوا على الراي، كل واحد رايه صح. اخر حاجه يحتدم الاختلاف في الرأي فإنه كثيرا ما يسعى أعضاء اللجنة إلى اقتراح حل وسط لإرضاء جميع الأطراف. ممكن ما يفكروش في مصلحة المؤسسة، يدوروا حل يرضيهم هم الأربعة، ومش مشكلة مصلحة المؤسسة. أيضا ممكن ياخذوا وقت وتكلفة زيادة بفكروا بعدين. إذا ما هي عيوب اللجان؟ 1 التهرب من تحمل المسؤولية. 2 تميع المسؤول، يعني مين المسؤول عن الخراب؟ أنا مش عارفة. 3 ممكن ياخذوا وقت وجهد. 4 التأخر في إنجاز الأعمال، بطيئين جدا كل واحد ممكن على الثاني. ممكن يشوفوا حل يرضيهم وما لهمش علاقة بمصلحة إيش؟ المؤسسة. نعيد ثاني، اذكروا عيوب اللجان، تفضلي. شكرا يا انت. شو معنى تميع المسؤولية؟ عدم معرفة صاحب. ممتاز، مش عارفين مين اللي السبب في الشغلة. أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال؟